البعوض ألد أعداء الإنسان، فهل يجد دم بعض الناس ألذ من غيره؟ خلال أمسية جميلة برفقة العائلة في البرية، نلاحظ بعض الأفراد يستمتعون بتناول الطعام والأحاديث الممتعة، والبعض الآخر منشغل بإبعاد الناموس عنه وحك جسده الممتلئ بالبقع الحمراء بسبب قرصات الحشرات والناموس. فهل يجد البعوض دم بعض الأشخاص ألذ وأخف على معدته من دم أشخاص آخرين؟ هذا ما سنعرفه في حلقة اليوم، فتابعونا ولا تنسوا الاشتراك بالقناة والإعجاب بالفيديو. منذ آلاف السنين والبعوض يعتبر ألد أعداء الإنسان، فتقارير صحية تشير إلى أنه يتسبب بوفاة مليون شخص حول العالم سنوياً بسبب الأمراض الميكروبية التي ينقلها ويسببها، مثل الملاريا، حمى الضنك، حمى غرب النيل والوادي المتصدع، فيروس زيكا وغيرها من الأمراض التي تفتك بالناس سنوياً خاصة في الدول النامية والفقيرة. ولكن الحقيقة الصادمة أن البعوض لا يمتص دمك كنوع من الغذاء، بل على العكس تماماً، فهذه الحشرة لا تتغذى على الدماء، وإنما تقوم أنثى البعوض بلدغك وامتصاص دمك لتنشيط الجهاز التناسلي لديها ووضع البيوض الملقحة والناضجة، ما يعني أن ذكور هذه الحشرة ليس لها علاقة بقائمة الأمراض الطويلة التي يسببها البعوض للإنسان. وفقاً للعديد من الأبحاث والتقارير، فإن البعوض ينجذب فعلياً إلى أشخاص دون آخرين، ويتوقف الأمر على عدد من العوامل المختلفة التي تجعل جاذبية الحشرة المزعجة لبعض الأشخاص أكثر من غيرهم. أما عن أهم هذه العوامل والأسباب، فهي ارتفاع نسبة الكوليسترول والمركبات الستيرويدية على جلد الإنسان. وهنا عندما نقول الجلد فنحن لا نعني كوليسترول الدم، فقد يكون كوليسترول الدم في مستوياته الطبيعية أو أقل، لكن انجذاب البعوض يزداد بسبب زيادة الكوليسترول على الجلد. ارتفاع إنتاج غاز ثاني أكسيد الكربون من الجلد، وهي خاصية تكثر لدى الأشخاص الكبار والبالغين، لذلك نجد أن الصغار قليلاً ما يلدغون، كما أن النساء الحوامل أكثر عرضة للتعرض للدغ الناموس المزعج والحشرات بسبب زيادة إنتاج جسد السيدة الحامل لغاز ثاني أكسيد الكربون. زيادة إنتاج المركبات الحامضية على الجلد مثل حمض اليوريك، فرائحة هذه المركبات تثير البعوض وتجذبها عن بعد عشرات المترات لتلدغ الضحية وتمتص دمه، لذلك نجد أن مدمني الكحوليات عرضة أكثر لقرص الناموس عن غيرهم من غير المدمنين بسبب رائحتهم. الأشخاص ذوي الحركة الكثيرة، فحركة الجسم المتواصلة تعمل على إنتاج حمض اللاكتيك من الغدة الدرقية، ما يزيد من حموضة الجلد ويجذب البعوضة لتؤدي مهمتها التي خلقت لأجلها. وهناك عوامل أخرى عديدة ربطها الباحثون خلال دراساتهم سبب تفضيل الحشرة لبعض الفرائس عن غيرها، منها حرارة الجسم، فكلما ارتفعت حرارة الجسد زاد تعرق الجلد وزاد خروج المركبات الحامضية مع العرق، ما يجذب الحشرة مباشرة، كما أن البعوض ينجذب للدغ الرجال أكثر من الإناث والأشخاص البدينين وأصحاب فئة الدم O. رصد الباحثون اختلافات عديدة لدى البعوض نفسه في اختيار أماكن اللدغ بجسد الإنسان، فبعض الحشرات تنجذب إلى اليدين والقدمين، أما البعض الآخر فيفضل رائحة الخاصرتين والإبطين. لذلك نجد أيضاً أن العوامل الجينية والكيميائية والتي تلعب دوراً مهماً في تحديد رائحة الجسم هي من تجذب أو تنفر الحشرة عن اللدغ. يبدو أن العلماء ربطوا انجذاب البعوض إلى أشخاص دون آخرين لعوامل كيميائية وجينية مسؤولة عن تكوين الرائحة التي قد تجذب أو تنفر الحشرات منها. وكما ذكرنا سابقاً، فالعديد من العوامل تجعل منك إما ضحية سهلة ولذيذة للحشرة الأنثى، أو تجعل الحشرات تبتعد عنك بمجرد أن تشم رائحتك.
نأمل أن تكونوا قد استفدتوا من حلقة اليوم، ولا تنسوا مشاركتنا آراءكم في التعليق على الفيديو للسؤال عن أي الحيوانات تريدون منا الحديث عنها. لا تنسى الإعجاب بالفيديو والاشتراك في القناة. تحياتي لكم، قناة Arabic Geographic، طريقك إلى المعرفة.